فازت عارضة الأزياء هايدي كلوم بلقب ملكة الرعب، وذلك في عيد الهالوين ساكنوهانا، حيث تخلت عن جمالها وتنكرت على هيئة دودة أرض. وكالعادة لفتت النجمة الأنظار إليها بإطلالتها الغريبة والمرعبة عكس النجمات الأخريات، ولواتي اخترن إبراز جمالهن ومفاتنهن بملابسهن التنكرية. وقالت هايدي: أردت فقط التفكير خارج الصندوق وأن أفعل شيئا مختلفا، وأعتقد أننا جميعا نعرف دودة الأرض، لذلك فكرت في أن التنكر بهذه الهيئة سوف يكون مضحكا. ولاقت إطلالة هايدي تفاعلا كبيرا من الجمهور، وذلك بسبب إتقان إطلالتها وتميزها عن بقية نجوم هوليوود. ما رأيكم بإطلالتها؟ وهل تستحق لقب ملكة الرعب؟